السلام عليكم. قلنا في تجربة إروين شرودنجر لما حط القطة مع ذرة عنصر مشع اللي من المفترض ان هو يتحلل في أي لحظة في خلال ساعة، فيبدأ ان العداد يقرأ الإشعاع، يحرك شاكوش، يكسر بيه إزازة جواها غاز سام، الغاز السام يتحرر فيموت لي القطة. أنا مش عارف ذرة العنصر المشع دي هتتحلل في أي وقت في خلال الساعة، وبالتالي القطة بالنسبة لي عايشة وميتة في نفس الوقت مدام ما فتحتش الصندوق وبصيت عليها. لكن الأكيد إن بعد الساعة دي ما تنتهي لازم تكون ذرة العنصر المشع اتحللت، وبالتالي حصل التسلسل اللي احنا قلنا عليه، والقطة لازم تكون ميتة لا محالة حتى لو أنا ما فتحش الصندوق وما بصيتش عليها، إلا إذا استخدمت معاها تأثير زينو الكمي أو الكوانتم زينو إفكت. وقتها أنا هوقف الزمن تماما، وبالتالي ذرة العنصر المشع مش هتتحلل أبدا والقطة مش هتموت أبدا. وكالعادة يبقى السؤال الأهم، ما هو الكوانتم زينو إفكت أو تأثير زينو الكمي؟ من 2500 سنة فيلسوف يوناني اسمه زينو كان راجل مبالغ فيه، وكان بيسأل أسئلة سهلة وبسيطة لكنها كانت معقدة ومكلكعة في نفس الوقت. في مرة زينو كان بيتمشى من بيته لحديقة كان متعود يقعد فيها، وقال نفترض ان انا هقسم خطواتي للحديقة بحيث ان كل خطوة هقطع بيها نص مسافة الخطوة اللي قبلها. في النهاية زينو اكتشف انه مستحيل يوصل للحديقة لانه هيبقى مضطر انه يفضل يقسم خطواته الى ما لا نهاية. زينو قال عشان اقطع خطوات عددها ما لا نهاية بالتالي انا هحتاج زمن قدره ما لا نهاية، وبالتالي مش هوصل للحديقة ابدا. لكن بالفعل انا قدرت اوصل للحديقة وقاعد جواها دلوقتي، طب ازاي عملية خطواتها غير منتهية انا قدرت انهيها؟ نفس الفكرة بتتحقق بالظبط لو انا عندي مثلث قائم الزاوية طول كل ضلع من ضلوعه بيساوي واحد، وبالتالي من فيثاغورس طول الوتر هيساوي جذر 2. جذر 2 ده قيمة غير منتهية، افضل حط ارقام بعد العلامة العشرية الى ما لا نهاية مش هتخلص، وبالتالي من المفترض ان انا معرفش ارسم المثلث. لكن في الواقع المثلث اترسم والوتر قادر يوصل ما بين الضلعين، ازاي الرياضيات بتقول حاجة والواقع نفسه بيقول حاجة تانية؟ علماء الرياضيات، طب الفلاسفة، حد عنده تفسير رجالة؟ قال طيب بلاش دي، تخيلوا ان ضربت سهم ناحية هدف، من المفترض ان السهم هيتحرك بنفس الطريقة وبالتالي هيقطع عدد ما لا نهاية للحركات، وبالتالي مش هيوصل للهدف ابدا. لكن برضو مش ده اللي حصل، السهم وصل للهدف واصابه، حد عنده تفسير؟ مفيش. زينو قال لو انا جيت بصيت على السهم في لحظة معينة وكأني مثلا اخدت صورة للسهم هلاقي ان السهم ما بيتحركش في اللحظة دي، واذا كان السهم ما بيتحركش في لحظة معينة فده معناه ان السهم مش بيتحرك على الاطلاق، وبكده تبقى الحركة نفسها عبارة عن وهم. طيب نفهم من كده ايه يا عم زينو؟ قال نفهم من كده ان الزمان والمكان مش متصلين وبيتكونوا من قطع متناهية في الصغر، ومفيش حاجة اسمها حركة، والحركة عبارة عن تغير في قيم القطعة دي. ولا فهمنا حاجة. الموضوع بالظبط عامل زي تصوير افلام الكرتون القديمة، مفيش حاجة فيها اسمها حركة ولكن كلها عبارة عن مجموعة من الصور موجودة جنب بعضها، الرسومات في الصور دي احداثياتها مختلفة، عملية المراقبة السريعة للصور دي او التصوير السريع ليها بيوهمك ان في حركة بتحصل لكن في الحقيقة مفيش اي حركة بتتم. وبكده يبقى قطع الزمان والمكان المختلفة متسجل فيهم صور مختلفة للحركة، وعملية المراقبة او الرصد هي اللي بتوهمني ان الاجسام بتتحرك. على سبيل المثال لو انا هحرك ايدي بالمنظر ده فايدي نفسها ما اتحركتش، لكن قطع الزمان والمكان فيها صور مختلفة لايدي وهي بتتحرك، وبالتالي انا توهمت ان ايدي اتحركت. لكن قبل ما نناقش فكرة هل احنا فعلا بنتحرك ولا ده مجرد وهم، كان لازم الاول نعرف هل الزمان والمكان دول متصلين ولا عبارة عن قطع مرصوصة جنب بعضها. ومن الطبيعي ان اكتر ناس دماغهم متكلفة ويقدروا يجاوبوا على الاسئلة دي هم علماء ميكانيكا الكم. ماكس بلانك زي ما قال ان الطاقة زي المادة بتتقسم لحتت وسماها كم او كوانتم، قال برضو ان المكان او الاطوال بتتقسم لحتت متناهية في الصغر سماها اطوال بلانك او بلانك لينكس. في الطبيعي والعادي ان المتر بيتقسم لسنتيمترات، والسنتيمترات بتتقسم لملي، والملي
الملي بيتقسم لمايكرو، المايكرو بيتقسم لنانو وهكذا. لكن هل هيستمر التقسيم ده لما لا نهايه؟ ماكس بلانك قال لا. طب ليه يا ماكس مش هنقدر نقسم؟ قال لان عمليه التقسيم اللانهائيه دي ما بتحصلش غير على الورق، لكن في عالم الواقع هنفضل نقسم لحد ما نوصل لطول متناهي في الصغر سماه طول بلانك، واستنتج ان قيمته 1.6 × 10^10^35، واستنتج ان ده اصغر طول يمكن الوصول اليه ولا يمكن تقسيمه، وبالتالي اعتبر ان الطول ده وحدة بنية المكان. ولو حابب تعرف الطول ده قد ايه بالظبط، فيسعدني اقول لك ان الطول ده اصغر من نصف قطر البروتون 100 كوانتليون مرة. فعموما يعني حتى لو مش عارف الكوانتليون، فلو جيت رسمت نقطة على ورقة، فالنقطة دي بالنسبة للكون المرئي اكبر من طول بلانك بالنسبة للمتر. اتمنى كده تكون تخيلت قد ايه هو متناهي في الصغر. كده احنا متفقين ان طول بلانك ده اصغر قطعة في المكان او وحدة بنية المكان. طب بالنسبة للزمان، فطبيعي ان اقصر زمن يكون هو الزمن اللي هتقطع فيه اقصى سرعة ممكنة اقل مسافة ممكنة، واكبر سرعة ممكنة هي سرعة الضوء، واقل مسافة ممكنة هي طول بلانك. وبالتالي لو جيت قسمت طول بلانك على سرعة الضوء، هيطلع لي اصغر فترة زمنية موجودة في الكون، اللي هتساوي 5.33 × 10^44 جزء من الثانية، او زي ما سموها بزمن بلانك. وبكده طبقا لحسابات ماكس بلانك، الزمان والمكان ما طلعوش متصلين، وطلعوا بيتكونوا من قطع متناهية في الصغر اللي هي طول بلانك وزمن بلانك. ويبقى كده الحركة فعلا عبارة عن وهم. لو انت عايز تفهم الموضوع اكتر، اعتبر ان الكون ده عبارة عن شاشة كمبيوتر، والزمان والمكان هما البيكسلز بتوع الشاشة دي. احنا بنشوف الحاجة بتتحرك على الكمبيوتر، لكن في الواقع اللمبات دي بتغير لونها بمعدل 30 فرام كل ثانية، فاحنا بنتوهم ان الحاجة بتتحرك. انت شايفني بتحرك دلوقتي قدامك على الشاشة، لكن في الواقع ان بيكسلز شاشة الموبايل او اللابتوب بتوعك بيغيروا لونهم بمعدل 30 فرام كل ثانية، فانت بتتوهم ان انا بتحرك على الشاشة. واحد هيقول لي وليه نعتبر اصلا ان قطع الزمان والمكان زي البيكسلز؟ بنعتبر ان قطع الزمان والمكان زي قطع البلاط مثلا، واحنا بنتحرك على البلاط بسرعة عادية بدون ما البلاط نفسه يغير لونه. سؤال كويس، بس تعالى ناخد سهم زينو كمثال. اعتبر ان سهم زينو موجود في قطعة محددة من الزمان والمكان. عشان يتنقل من القطعة دي للقطعة اللي جنبها لازم يمر ما بين القطعتين، لكن القطعتين دول اصغر حاجة موجودة في الكون، فبالتالي ما ينفعش يكون حاجة موجودة ما بينهم، فبالتالي ما فيش حاجة اسمها حركة، والحركة دي عبارة عن وهم. لكن برغم كده كل الكلام ده عبارة عن حبر على ورق ومجرد اثباتات رياضية، ومحدش قدر يوصل لطول بلانك او زمن بلانك وقدر يشوفه او يقيسه، لكن في نفس الوقت جدير بالاعتبار وما ينفعش يتم تجاهله. احنا قلنا في الحلقات اللي قبل كده ان الاشياء موجودة في الكون بجميع احتمالاتها، وعملية الرصد او القياس هي اللي بتحدد لي الاحتمال الوحيد اللي احنا بنشوفه زي ما احنا بنشوفه. طب لو انا جيت وخليت عملية الرصد دي تتم على فترات زمنية قصيرة، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل؟ سهم زينو اللي بيتحرك ده لو جيت بصيت عليه في فترات زمنية قصيرة، يا ترى هيفضل يتحرك برضه ولا هيثبت في مكانه؟ طبعا عشان اكون صادق معاكو، الموضوع ما ينفعش يتم بالصورة دي، لان عشان ارصد جسم كبير زي السهم اللي بيتحرك لازم ارصد مليارات الذرات اللي بتكون منها السهم، وده مستحيل ان هو يحصل. وبالتالي لازم ارصد ذرات مفردة بعينها عشان اقدر اني اراقبها. عالم اسمه ديفيد واينلاند عمل تجربة على ذرات من البريليوم عشان يقدر يدرس الموضوع ده. ذرات البريليوم في الوضع الطبيعي لما بيتسلط عليها راديو ويفز او موجات الراديو، بيحصل لإلكتروناتها استثارة وبتنط من المستويات اللي موجودة فيها لمستويات اعلى. لكن لما قرر ديفيد يراقبها باستخدام اجهزة معقدة عن طريق نبضات من الاشعة فوق البنفسجية، الوضع اختلف. الالكترونات اللي كانت بتنط من مكانها لما تتعرض لموجات الراديو، لما تراقب بسرعة عن طريق الاشعة فوق البنفسجية، ما اتحركتش من مكانها. تأثير المراقبة السريع ده سموه الكوانتم زينو افكت، او تأثير زينو الكمي على اسم الفيلسوف اليوناني. طيب لو انا قدرت ان اوقف الزمن لذرات بعينها عن طريق ان اراقبها في فترات زمنية قصيرة، لو في حد قدروا ان يراقب كل ذرة موجودة في الكون، بالتالي هيقدر يتحكم في كل تفصيلة من تفاصيل الواقع، صوره، أشكاله، مصايره، أقداره. في الحالة دي نقدر إننا نسميه إله مثلا.
دي كانت الحلقة الرابعة في سلسلة ميكانيكا الكم. لو عايزيننا نكمل لسه تاني في السلسلة ياريت تعرفونا في الكومنتات. وكالعادة ما تنسوش الشير واللايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا إشارة الجرس، وتعملوا سي فيرست على الفيس. سلام.